أعداد ضحايا الجريمة السايبرانية في ازدياد. يجتمعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويبحثون عن طريقة لاسترجاع أموالهم. أرادت صديقتي دفع النقود لعلاج ابنها، فأخذ السارق كل ما تملك. سرقت أموال كاترينا عندما أرادت شراء بطاقة سفر في موقع بدا وكأنه لبيع بطاقات السفر بينما كان يسرقها. عشية سفري بقيت دون نقود لدفع أجرة الفندق أو للمعيشة، كما أغلقت جميع بطاقات الائتمانية ولم يكن معي مال نقدا. ارتفع معدل الجريمة السايبرانية في روسيا بنسبة 85% في النصف الأول من هذا العام حسب وزارة الداخلية. ونشطت شركات الأمن السايبراني على خلفية ضعف أجهزة الأمن التقليدية في مكافحتها. السبب في غياب الكفاءات، المجموعات العاملة بهذا النوع من الجريمة بالمئات، بينما تفتقد مخافر الشرطة حتى لشخص واحد مختص. وأقسام مكافحة الجريمة السيبرانية تقف ضد الهجمات على المؤسسات لا على الأشخاص. مبالغ صغيرة من أعداد كبيرة من الناس لا تحرك أصحابها للبحث عنها ولا تدفع بأجهزة الأمن للبحث عن السارق. تقول المصارف الروسية إن خسائر الاقتصاد تناهز 50 مليار دولار بسبب الجريمة السايبرانية، مبلغ أكبر من ميزانية الدفاع الروسية بترسانتها. انتقل المجرم إلى الفضاء السايبراني وبقي الشرطي في الشارع. محمد حسن، العربي، موسكو.